وصلت مؤشرات والبورصة المصرية ارتفاعاتها بنحو جماعي في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع وسط اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين في مقابل اتجاه شرائي سيطر على تعاملات العرب والأجانب. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 1.63%، كما زاد مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 49%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 94%. يذكر أن جلسة التداولات مطلع الأسبوع المقبل ستقتصر فيها مدة الجلسة على 3.5 ساعات بدلا من 4.5 ساعات بمناسبة شهر رمضان الكريم. مينا بشرى معنا من مقر البورصة المصرية بالصوت والصورة، أهلا بك مينا. طبعا ويعني صعود قوي حقيقة، نريد أن نعرف ما تفسيره. نعم، مساء الخير ولاء. للجلسة الثالثة على التوالي تشهد مؤشرات البورصة رحلة من الصعود الجماعي. ارتفعت وتيرة الصعود اليوم إذا تحدثنا عن مستهل التعاملات. كانت جميع المؤشرات مستقرة داخل المنطقة الخضراء، واستمرت رحلة الصعود بوتيرة أعلى مع ختام تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات، إضافة أيضا إلى الأداء الجيد اليوم للأسهم القيادية كان عامل دعم دافع للمؤشرات، وتحديدا المؤشر الرئيسي للانطلاق والاستمرار في رحلة الصعود اليوم ليتجاوز المؤشر اي جي اكس 30 مستوى 13,000 نقطة خلال مستهل تعاملات اليوم. والمؤشر كان قد تراجع دون هذا المستوى خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي الذي شهد تراجعا حادا لجميع المؤشرات خلال يوم الاثنين الماضي. اذا تحدثنا اليوم عن المؤشر الرئيسي فبختام التعاملات وصل المؤشر الى مستوى 13,094 نقطة بمستوى صعود وصل إلى 1.63%. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني، ونتيجة أيضا لاستمرار القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين للجلسة الثالثة على التوالي، ارتفع المؤشر بنهاية التعاملات بمقدار 49%، ومسجلا 588 نقطة بنهاية التعاملات. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 ارتفع ايضا بمقدار 94%، ومسجلا 1385 نقطة بنهاية تعاملات اخر جلسات الاسبوع. ومن أداء المؤشرات اليوم إلى أداء الأسهم صعودا وهبوطا، فبالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم ففي المرتبة الأولى جاء سهم الدلتا للسكر بمقدار 7.66% صعودا، رواد السياحة في المرتبة الثانية بمقدار 7.57%، وفي المرتبة الثالثة سهم أكرو مصر للشدات بمقدار 6.39%، وفي المرتبة الرابعة سهم مستشفى النزهة الدولي بنحو 6.10%، وفي المرتبة الخامسة سهم عبور لند للصناعات الغذائية بمقدار 6.06%. أما بالنسبة للقائمة الثانية والخاصة بالأسهم الأكثر تراجعا اليوم ففي المرتبة الأولى سهم الشروق الحديثة للطباعة بمقدار 8.79% تراجعا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة بنحو 4.27%، كفر الزيات للمبيدات في المرتبة الثالثة بمقدار 2.96% تراجعا، أسمنت بورتلاند ترى في المرتبة الرابعة بمقدار 2.89%، العز للسيراميك والبورسلين بنحو 2.83% تراجعا. إذا تحدثنا بعد ذلك عن مكاسب الأسهم المقيدة اليوم نتيجة لصعود جميع المؤشرات منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق، فمكاسب الأسهم اليوم قد وصلت إلى 6,273,000,000 جنيه. وإذا تحدثنا بشكل عام عن أداء البورصة المصرية على مدار الخمس جلسات المتتالية لهذا الأسبوع، فجلسة يوم الاثنين الماضي شهدت تراجعا حادا لجميع المؤشرات، وخسائر تجاوزت مستوى 14 مليار جنيه خلال يوم الاثنين الماضي، ولكن عقب او منذ جلسه يوم الثلاثاء وحتى جلسه اليوم استطاعت المؤشرات ان تعوض الخسائر التي منيت بها خلال هذه الجلسه. فاذا تحدثنا عن مكاسب الاسهم على مدار الخمس جلسات المتتاليه فبختام تعاملات هذا الاسبوع تصل المكاسب الى مستوى 4 مليارات و38 مليون جنيه
هي حجم مكاسب الأسهم المقيدة على مدار جلسات هذا الأسبوع، ليصل إجمالي رأس مال البورصة السوقي بختام تعاملات هذا الأسبوع إلى مستوى 670 مليارا و900 مليون جنيه. أيضا إذا تحدثنا اليوم عن مستوى السيولة والتي تعبر عن قيم وأحجام التداول، فقد عادت السيولة إلى طبيعتها مرة أخرى اليوم، فبختام التعاملات وصل مستوى السيولة إلى مستوى 1,014,000,000 جنيه، وذلك من خلال التعامل على 355,035,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات منفذة على مدار جلسة اليوم بما يتجاوز 26,000 عملية. أيضا إجمالي عدد الأسهم التي تم التعامل عليها فبختام التعاملات وصلت إلى مستوى 176 سهما، ارتفع 106 أسهم وتراجع 47 سهما، و23 سهما شهدوا حالة من الثبات على مدار جلسة اليوم. أيضا إذا تحدثنا عن فئات المستثمرين فبختام التعاملات نسبة الاستحواذ من جانب المستثمرين المصريين وصلت إلى 67.82%، وبصافي بيع بختام التعاملات وصل إلى مستوى 119,557,000 جنيه. في مقابل ذلك بختام جلسة اليوم اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، بصافي شراء وصل إلى مستوى 40,494,000 جنيه، وبنسبة استحواذ وصلت 10.78% من إجمالي التعاملات. تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت أيضا على مدار جلسة اليوم إلى الاتجاه الشرائي، بنسبة استحواذ وصلت إلى 21.39% من إجمالي التعاملات، وبصافي شراء وصل إلى 79,062,000 جنيه. أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات اليوم، فقد سيطر الصعود شبه الجماعي على أداء القطاعات، فبالنسبة للقطاعات التي استقرت داخل المنطقة الخضراء فأكثر هذه القطاعات أو في المرتبة الأولى لهذه القطاعات نشاطا وقيم وأحجام التداول. جاء في المرتبة الأولى قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، بقيم تداول تجاوزت مستوى 200 مليون جنيها، وبحجم تداول تجاوز 50 مليون سهما. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الاتصالات بقيم تداول تجاوزت 177 مليون جنيها، وبحجم تداول تجاوز 127 مليون سهما. بشكرك شكرا جزيلا مينا بشرى، وألقاك يوم الأحد القادم إن شاء الله في الشهر الكريم. شكرا لك مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية.